السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة الدكتور، معكم مدام مريم الجزائرية. أرحب بجميع طلبة سنة ثالثة ثانوي. الفيديو ده هنحل فيه نموذجين تدريبيين امتحان مادة اللغة الفرنسية ثانوية عامة 2020 في مصر. نبدأ بالنموذج رقم 1. السؤال الأول وهو سؤال الكومبريانسيون، سؤال الفهم. سؤال الفهم زي ما عرفنا إنه بيتكون من وثيقتين. الوثيقة رقم 1. A. Lisez ce document puis choisissez la bonne réponse. Répondez à ces phrases. اقرأ الوثيقة ثم اختر الإجابة الصحيحة. جاوب على 6 جمل. يعني سؤال الفهم يتكون من وثيقتين. الوثيقة رقم 1 بيطلب منك إنك تجاوب على 6 جمل من أصل 7، يعني بيديك 7 جمل وإنت تجاوب على 6 من أصل 7، ولكن يفضل إنك تجاوب على 7 جمل. En classe, le professeur donne des conseils aux élèves. في الفصل المدرس يعطي نصائح للتلاميذ. Le professeur, المدرس أو الأستاذ. On sait que les produits laitiers sont riches en calcium. نحن نعرف أن منتجات الألبان تكون غنية بالكالسيوم. Donc il faut en prendre chaque jour un verre du lait ou un yaourt. إذن يلزم أن نتناولها كل يوم كوباية لبن أو زبادي. Le poisson c'est mon aliment préféré. السمك بيكون طعامي المفضل. Il nous donne oméga 3. هو بيعطينا الأوميغا 3 qui aide nos cœurs. الذي يساعد قلوبنا. Mangeons au minimum un ou deux fois par semaine. تناولوه أو كلوه على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع. Il ne faut pas aussi boire le chocolat. لا يلزم كذلك شرب مشروب الشوكولاتة الساخن. Le thé, الشاي. Le Coca-Cola, الكوكاكولا. Tout plein de caféine. كل دول اللي قلناهم سابقا مليانين بعنصر الكافيين. Voici, j'ai terminé. Il y a des questions. أنا خلصت. أيوجد أسئلة؟ Les élèves, التلاميذ. Non, monsieur. La أستاذ. Le professeur. الأستاذ أو المدرس. J'aime bien que vous écrivez un sujet. أحبكم أن تكتبوا موضوع. Je vous donne 15 minutes. Allez commencer vite. أنا أعطيكم أو بديكم 15 دقيقة. يلا ابدأوا بسرعة. دي الوثيقة رقم 1. مطلوب مننا إن إحنا نجاوب على 6 جمل، قلنا من أصل 7، ولكن يفضل إن إحنا نجاوب على 7 جمل. الجملة رقم 1. Le professeur parle assez نقاط. المدرس يتحدث إلى نقاط. 1. Copain أصدقاء. 2. Élève تلاميذ. 3. Fils ابن. الإجابة هي رقم 2. نرجع للوثيقة ونشوف. En classe, le professeur donne des conseils aux élèves. أهي المدرس بيعطي نصائح aux élèves للتلاميذ. يبقى الإجابة هي élèves التلاميذ. الجملة رقم 2. Il préfère نقاط. هو يفضل نقاط. 1. Le poisson السمك. 2. La viande اللحمة. 3. Le poulet الفراخ. الإجابة هي رقم 1. Le poisson. نرجع للوثيقة ونشوف. Le poisson c'est mon aliment préféré. ده المدرس اللي بيتكلم ويقول Le poisson c'est mon aliment préféré. السمك هو طعامي المفضل. يبقى الإجابة هي Le poisson. جملة رقم 3. Les élèves vont faire leur sujet. التلاميذ سوف يقومون أو يحلون هذا الموضوع، موضوعاتهم نقاط. 1. À la maison في البيت. 2. En classe في الفصل.
3 au congé في الأجازة. الإجابة هي رقم 2 en classe في الفصل. تعالوا نرجع للوثيقة ونشوف. Le professeur, j'aime bien que vous écrivez un sujet. يعني المدرس أنا أحبكم أن تكتبوا موضوع. والكلام ده كله فين؟ en classe في الفصل. يبقى الإجابة هي en classe في الفصل. اللي جملة رقم 4 le نقاط est plein de caféine. النقاط مملوء بالكافيين. 1 لي اللبن. 2 بويسون السمك. 3 تي الشاي. الإجابة هي رقم 3. يبقى الشاي هو اللي مليء بالكافيين. نرجع للوثيقة ونشوف. Il ne faut pas aussi boire le chocolat, le thé, le Coca-Cola, tout plein de caféine. لا يلزم أيضا شرب الشوكولاتة، الشاي والكوكاكولا لأنها مليانة بالكافيين. يبقى الإجابة هي le thé, الشاي. جملة رقم 5. Il faut finir d'écrire le sujet dans نقاط minutes. يلزم إنهاء كتابة الموضوع في نقاط دقائق. 1 10 10 2 11 11 3 15 15. الإجابة هي رقم 3 15. نرجع للوثيقة ونشوف. Le professeur, j'aime bien que vous écriviez un sujet. Je vous donne 15 minutes. Allez, commencez vite. Je vous donne 15 minutes. أنا بديكو 15 دقيقة. يبقى الإجابة هي 15. رقم 3. جملة رقم 6. Le نقاط est un produit laitier. النقاط يكون منتج ألبان أو منتج من الألبان. 1 شوكولا الشوكولاتة. 2 ياوخت الزبادي. 3 تي الشاي. الإجابة هي رقم 2 ياوخت. نرجع ونشوف في الوثيقة. On sait que les produits laitiers, نحن نعرف أن منتجات الألبان sont riches en calcium, غنية بالكالسيوم. Donc il faut en prendre chaque jour un verre du lait ou un yaourt. لذلك يلزم أن نتناولها كل يوم إما كوباية لبن أو زبادي. يبقى ياورت هو من منتجات الألبان. والإجابة هي رقم 2 الزبادي ياورت. جملة رقم 7. Le professeur demande aux élèves, المدرس يطلب من التلاميذ, نقاط, d'écrire, كتابة, de lire, قراءة, de sortir, خروج. الإجابة هي رقم 1. نرجع للوثيقة ونشوف. Le professeur, المدرس, j'aime bien que vous écriviez un sujet. أحبكم أن تكتبوا موضوع. يبقى طالب منهم الكتابة. الإجابة هي رقم 1. d'écrire الكتابة. الوثيقة رقم 2 وهي الجزء الثاني من سؤال الفهم. B. lisez ce document puis mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes d'après le document. اقرأ الوثيقة ثم ضع صحيح أو خطأ قبل الجمل التالية بعد قراءة الوثيقة. Les horaires des repas en France. أوقات الوجبات في فرنسا. En France, on prend 3 repas. في فرنسا احنا بنتناول 3 وجبات. Le petit déjeuner, à l'heure du réveil. وجبة الإفطار حين أو عند وقت الاستيقاظ أو النهوض. Sur la table du petit déjeuner, une boisson chaude, entre parenthèses, café noir, café au lait, chocolat ou thé. على طاولة الإفطار مشروب ساخن بين قوسين إما قهوة سودة أو قهوة بلبن أو مشروب الشوكولاتة الساخن أو شاي. Et des tartines avec du beurre et de la confiture ou des croissants. وشرائح من الخبز مع زبدة أو مربى أو كرواسون اللي هو المولتو. دي بالنسبة لوجبة الإفطار. Le déjeuner, الغداء. Entre 12h et 13h. يعني الغداء ما بين الساعة 12 للساعة 1 الظهر.
concentrer, entre parenthèses, de la salade ou des crudités. Car مقبلة بتكون سلطة أو خضار نية. Un plat principal, الطبق الرئيسي, entre parenthèses, de la viande, de la volaille ou du poisson avec du riz ou des pâtes. كطبق رئيسي, إما لحمة أو دواجن أو سمك مع رز أو مكرونات. Et un dessert, وتحلية. Dans les grandes villes, les enfants et les adolescents déjeunent souvent à la cantine et leurs parents près de leur travail. في المدن الكبيرة الأطفال والبالغون يتغدون أي يتناولوا وجبة الغداء غالبا à la cantine في المطعم وأولياؤهم قريب من عملهم. ده بالنسبة لوجبة الغداء. Le dîner, العشاء, entre 19h et 20h. العشاء بيكون ما بين الساعة 7 وإلى لغاية الساعة 8 مساء. Le dîner est un repas important de la journée. العشاء وجبة مهمة جدا في اليوم. Généralement pris en famille. في العموم بتأخذ أو بتتناول مع العائلة. يعني كل العائلة بتكون متجمعة في وجبة العشاء. Il est composé d'une entrée. هي بتتكون من كمقبلة كمقبلة entre parenthèses une soupe par exemple. شوربة أو حساء على سبيل المثال. D'un plat chaud. طبق ساخن. D'un fromage et ou d'un dessert. جبنة وتحلية. دي الحاجات اللي بتكون في وجبة العشاء. نبدأ في الحل. الجملة رقم واحد. Au petit déjeuner, on peut trouver une boisson chaude et froide. على وجبة الإفطار أو في وجبة الإفطار نستطيع أن نجد مشروب ساخن وبارد. الإجابة faux, خطأ. نرجع للوثيقة ونشوف. Sur la table du petit déjeuner, une boisson chaude, café noir, café au lait, chocolat ou thé. يعني بس موجودة المشروبات الساخنة اللي هي على سبيل المثال قهوة سودا أو قهوة بلبن أو شوكولاتة سخنة أو شاي. مفيش مشروبات باردة. يبقى الإجابة خطأ. Faux. جملة رقم 2. Les Français prennent le déjeuner à midi. الفرنسيون بيتناولوا وجبة الغداء على الساعة 12 الظهر. الإجابة فو خطأ. نرجع للوثيقة ونشوف. Le déjeuner entre 12h et 13h. يعني وجبة الغداء تبدأ من الساعة 12 إلى غاية الساعة 1. يعني مش معادها الساعة 12 بالضبط. لا من 12 لوحدة. يبقى الإجابة فو خطأ. الجملة رقم 3. Dans une ville comme Paris, les ados déjeunent souvent à la cantine. في المدن مثل باريس البالغون يتغدون غالبا في المطعم à la cantine. الإجابة vrai, صح. نرجع للوثيقة ونشوف. Les enfants et les adolescents déjeunent souvent à la cantine. الأطفال والبالغون يتغدون غالبا à la cantine. يبقى الإجابة صح. Vrai. جملة رقم 4. Les parents déjeunent au travail. الأولياء يتغدون في العمل. الإجابة vrai. صح. نرجع للوثيقة ونشوف. Les enfants et les adolescents déjeunent souvent à la cantine et leurs parents wa awliyaahum près de leur travail قريب من عملهم. يعني أولياء الأمور برضو بيتغدوا فين؟ في مكان العمل اللي بيشتغلوا فيه. يبقى الإجابة صح. vrai. جملة رقم 5. Les Français prennent le dîner en famille. الفرنسيون بيتناولوا وجبة العشاء مع العائلة. En famille. الإجابة vrai. صح. نرجع للوثيقة ونشوف. Le dîner.
généralement pris en famille. في العموم أو عامة بوجبة العشاء بيتناولوها مع العائلة en famille. يبقى الإجابة صح. Vrai. جملة رقم 6. Au dîner, on peut prendre des crudités comme entrée. في وجبة العشاء نستطيع تناول الخضار النية كمقبلة. الإجابة faux. خطأ. نرجع للوثيقة ونشوف. Il est composé d'une entrée. Par exemple, une soupe. على سبيل المثال. يعني هي وجبة العشاء بتتكون من مقبلة. المقبلة دي ما تكون مثلا زي شربة الحساء أو الحساء. يبقى مش اللي هي crudité. مش crudité. خضار نية. يبقى الإجابة faux. خطأ. وبكده نكون انتهينا من سؤال الفهم. السؤال الثاني وهو سؤال المواقف. سؤال المواقف هو Choisis la bonne réponse. Répondez à 9 phrases. اختر الإجابة الصحيحة. جاوب على 9 جمل. يعني مطلوب منك إنك تجاوب على 9 جمل من أصل 10. ولكن يفضل إنك تجاوب على 10 جمل. نبدأ بالجملة رقم 1. Votre ami vous demande ton plat préféré. Vous dites صديقك يطلب منك وجبتك أو طبقك المفضل. Vous dites إنت اللي حتقول. 1. Le jus de fruits. عصير الفواكه. 2. Le poulet avec du riz. الفراخ مع الرز. 3. Le chocolat. الشوكولاتة. طبعا بما إنه هو طبق يبقى طبق رئيسي يبقى الإجابة هي رقم 2. Le poulet avec du riz. الفراخ مع الرز. الجملة رقم 2. Votre sœur vous demande ce qu'il y a dans le plat de la salade. Vous dites أختك بتطلب منك ما هو ce qu'il y a dans le plat de la salade. ماذا يوجد في طبق السلطة. Vous dites أنت اللي حتقول لها. 1. Il y a des stylos. يوجد أقلام. 2. Il y a du vent. يوجد رياح. 3. Il y a des concombres, des tomates et des poivrons. Des poivrons. يوجد خيار, طماطم وفلفل. الإجابة هي رقم 3. الجملة رقم 3. Vous demandez le prix d'un sandwich. La vendeuse dit. أنت تطلب سعر الساندويتش. البائعة هتقول لك. 1. Un sandwich ça fait combien? الساندويتش الواحد بكام؟ 2. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sandwich? ماذا يوجد في هذا الساندويتش؟ 3. 25 livres égyptiens. 25 جنيه مصري. الإجابة هي رقم 3. جملة رقم 4. Vous demandez à votre ami français ce qu'il prend au petit-déjeuner. Il dit أنت تطلب من صديقك الفرنسي ماذا يتناول على وجبة الإفطار. Il dit هو حيجاوبك. 1. Qu'est-ce que tu prends au petit-déjeuner? ماذا تتناول في وجبة الإفطار. 2. Des fèves et des œufs. فول وبيض. 3. Du poulet. فراخ. الإجابة هي رقم 2. جملة رقم 5. Vous demandez l'heure de déjeuner en France. Votre ami vous dit. أنت تطلب ساعة الغداء في فرنسا. صديقك يقول لك. 1. Il est 7 heures. إنها تكون الساعة 7. 2. Quelle heure est-il? الساعة كام؟ 3. À 13 heures. على الساعة 1 الظهر. الإجابة هي رقم 3. جملة رقم 6. Vous voulez manger. Vous dites. أنت تريد أن تأكل. Vous dites. حتقول. 1. J'ai soif. أنا عطشان. 2. J'ai faim. أنا جعان. 3. J'ai peur. أنا خائف. الإجابة هي رقم 2. جملة رقم 7. Votre ami vous demande ce que vous mangez comme produit laitier. Vous dites. صديقك يطلب منك ماذا تأكل كمنتجات الألبان. Vous dites. حتقول. 1. Des lentilles. عدس. 2. Du poisson. سمك. 3. Du yaourt.
زبادي. الإجابة هي رقم 3. طبعا الزبادي هو منتج من منتجات الألبان. جملة رقم 8. Vous êtes au restaurant. Vous dites. أنت تكون في مطعم. هتقول. 1. Je veux un livre. أنا أريد كتاب. 2. Un kilo de tomates s'il vous plaît. كيلو من الطماطم من فضلك. 3. Le menu s'il vous plaît. قائمة الطعام من فضلك. الإجابة هي رقم 3. طبعا بما إنك في المطعم هتطلب قائمة الطعام. جملة رقم 9. Votre mère vous demande ce que vous voulez mettre dans votre sandwich. Vous dites. والدتك بتطلب منك ماذا تريد أن تضع جوة الساندويتش بتاعك. Vous dites. هتقول. 1. Du café. قهوة. 2. Du fromage. جبنة. 3. De l'eau. ماء. الإجابة هي رقم 2. الجملة رقم 10 والأخيرة. Vous exprimez votre goût alimentaire. Vous dites. أنت تعبر عن ميولك الغذائي. Vous dites. هتقول. 1. Je n'aime pas du tout la lecture. أنا لا أحب على الإطلاق القراءة. 2. J'ai soif. أنا عطشان. 3. J'aime bien la viande. أنا أحب اللحمة. الإجابة هي رقم 3. وبكده نكون خلصنا سؤال المواقف. السؤال رقم 3 وهو سؤال الجرامير القواعد. Choisis la bonne réponse. Répondez à 10 phrases. اختر الإجابة الصحيحة. جاوب على 10 جمل. الجملة رقم 1. Le lait c'est apostrophe n'est un produit laitier. اللبن نقاط منتج من الألبان. إجابة رقم 1. A. إجابة رقم 2. A. 3. 100. الإجابة هي رقم 2. EST. جملة رقم 2. Je n'aime pas نقاط viande. أنا لا أحب نقاط لحمة. 1. لا. 2. De la. 3. Le. الإجابة هي رقم 1. ليه؟ لأنه فيوند مفرد مؤنث. جملة رقم 3. سافي نقاط. 2 كيلو دو بانان. كم نقاط؟ 2 كيلو من الموز. 1. كال. 2. كومبيان. 3. كي. الإجابة هي كومبيان. طبعا للسؤال عن السعر بنستخدم أداة الاستفهام كومبيان. الجملة رقم 4. اون نقاط دو تي ابري لو ديجيني. اون احنا نقاط دو تي شاي بعد الغداء. 1. بوا. 2. بوفون. 3. بوا. الإجابة هي رقم 3. ليه؟ لأنه عندي الضمير أون، وأون بيساوي الضمير إل وآل في المفرد. جملة رقم 5. Ce sont نقاط bon produit. إنها تكون نقاط منتجات جيدة. 1. 2. 2. D. 3. L. الإجابة هي رقم 1. ل. لأنه هنا كلمة برودوي بالرغم من إن هي في الجمع ولكن مسبوقة بصفة. بما إن هي مسبوقة بصفة حتى لو كانت في الجمع هنختار دو ومش نختار دي في الجمع. جملة رقم 6. Je prends un peu. نقاط beurre. أنا بتناول القليل زبدة. 1. دو. 2. دو. 3. دي أبوستروف. الإجابة هي رقم 2. دو. القليل من un peu de. جملة رقم 7. نقاط plat d'aujourd'hui c'est le poisson. طبق النهاردة يكون السمك. طبعا الاختيار رقم 1 لا. 2. le. 3. الابوستروف. الإجابة هي le. ليه؟ لأنه plat مفرد مذكر. الجملة رقم 8. il نقاط beaucoup au restaurant ce n'est pas beau. هم نقاط كثير في المطعم لا يكون جيد. الاختيار رقم 1 مانجي. اختيار رقم 2 مانج. الاختيار رقم 3 مانجون.
الإجابة هي رقم 2. ليه؟ لأنه الفيرب مانجي هو متصرف في المضارع مع إلى فيك إس النهاية بتاعته إي إن تي. جملة رقم 8. سي نقاط غرو جاتو، يكون نقاط حلوة كبيرة. الاختيار رقم 1 دو، اختيار رقم 2 ان، اختيار رقم 3 لو. الإجابة هي ان. ليه؟ لأنه مفرد مذكر والصفة اللي قبلها برضو في المفرد المذكر. جملة رقم 9. Elle ne mange pas نقاط فخوي، هي لا تأكل نقاط فواكه. اختيار رقم 1 لي، اختيار رقم 2 دي، اختيار رقم 3 دو. الإجابة هي رقم 3 دو لي، لأن الجملة منفية فيها أداة النفي نو با، بالرغم من أنه الكلمة اللي بعديها في الجمع، ولكن بما أن الجملة منفية يبقى هختار دو. الجملة العشرة والأخيرة tu n'es pas mangé avec moi، أنت تأكل معايا. واحد veut، اثنين veut، ثلاثة vouloir. يبقى الإجابة هي رقم 1، لأن الverb vouloir لما بيتصرف مع tu يبقى تصريفه كالآتي veux. وبكده نكون خلصنا سؤال الجرامر. نيجي آخر سؤال وهو سؤال الإنتاج. سؤال الإنتاج بيتكون برضو من جزئين. الجزء رقم 1 وهو A répondez à ce mail، جاوب على هذا الإيميل. يبقى الجزء الأول من سؤال الإنتاج بيكون في شكل إيميل، والإيميل بيتكون من 3 أسئلة، مطلوب منك إنك تجاوب على الثلاث أسئلة بثلاث جمل مفيدة. بونجور، بونجور دي التحية، يبقى في الإجابة برضو هحط بونجور. بونجور، صباح الخير. Où on peut trouver les produits laitiers؟ أين أستطيع أن أجد منتجات الألبان؟ الإجابة بونجور، صباح الخير. Tu trouves les produits laitiers au supermarché؟ تجد منتجات الألبان في السوبر ماركت. السؤال رقم 2، Qu'est-ce qu'on peut acheter encore؟ ماذا أستطيع شراء أو ماذا أستطيع الشراء أيضا؟ الإجابة il y a aussi du lait, du yaourt et du beurre. يوجد كذلك لبن، زبادي وزبدة. جملة الأخيرة et des pains والخبز. الإجابة vous trouvez les pains au rayon du pain، بتجد الخبز أو العيش في قسم المخبوزات. الجزء الثاني من سؤال الإنتاج وهو B. Traitez l'un des deux sujets، عالج أحد الموضوعين. الموضوع رقم 1، parlez de ton plat préféré entre parenthèses plat ou tomate، تكلم أو تحدث عن طبقك المفضل باستخدام الكلمات التالية plat طبق ou المكان، يعني بنسأل عن المكان، يعني هتتناول الطبق ده فين. tomate اللي هي الطماطم. le coucherie c'est mon plat préféré، الكشري هو أو يكون طبقي المفضل. Pour faire le coucherie, on a besoin du riz, macaroni et des oignons frits avec de la sauce tomate. علشان نحضر الكشري احنا بنحتاج لرز، مكرونات وبصل متحمر مع شوية صوص طماط، أي صلصة الطماطم. J'en mange à la maison en famille، أنا بتناول وجبة أو طبق الكشري ده فين؟ في المنزل أو البيت. أنفامي مع العائلة. الموضوع رقم 2، parlez des aliments et des boissons que vous aimez et que vous n'aimez pas، تكلم أو تحدث عن الأطعمة والمشروبات التي تحبها والتي لا تحبها باستعمال الكلمات التالية manger يأكل، boire يشرب، sucré حاجة فيها سكر مسكرة. J'aime manger beaucoup de yaourt et de fruits. أنا أحب أكل كثيراً الزبادي والفواكه. Je n'aime pas les produits sucrés. أنا لا أحب المنتجات السكرية. J'aime manger la viande. أنا أحب أكل اللحمة.
Je préfère boire le café au lait. أنا أفضل شرب قهوة بلبن. Je n'aime pas boire du soda. أنا لا أحب شرب الصودا. Je mange du poulet trois fois par semaine. أنا بأكل فراخ ثلاث مرات في الأسبوع. C'est bon pour la santé. إنه يكون جيد بالنسبة للصحة. طبعا هنا يا جماعة أنا عملتها في شكل الباراجراف أو الموضوع بتاعي، أنا عملته على شكل جمل، أنتوا بتكتبوها في شكل جمل مترابطة ومتسلسلة على شكل فقرة اللي هي الباراجراف. ننتقل دلوقتي للنموذج الثاني، النموذج التدريبي رقم 2، امتحان مادة اللغة الفرنسية ثانوية عامة 2020 مصر. زي ما نبدأ زي ما تعودنا نبدأ بسؤال الفهم. سؤال الفهم يتكون من وثيقتين، الوثيقة رقم 1 A. Lisez ce document puis choisissez la bonne réponse. Répondez à ces phrases. اقرأ الوثيقة ثم اختر الإجابة الصحيحة. جاوب على 6 جمل. La campagne c'est un système totalement différent de la ville. الريف يكون نظام مختلف بالكامل عن المدينة. Les gens de la campagne chaque jour se réveillent à 4h du matin. الناس اللي في الريف كل يوم بيصحوا على الساعة 4 صباحا. Pour donner à manger à leurs animaux domestiques, لإطعام حيواناتهم الأليفة. Les vaches, les chevaux, les chiens, les chats. البقر, الأحصنة, الكلاب, القطط. إلى آخره. Puis ils prennent le petit déjeuner à 5h30. وبعدين بيتناولوا وجبة الإفطار على الساعة 5:30 أو à 6h أو على الساعة 6، يعني يا إما 5:30 أو 6 طبعا الصبح. Et ils se préparent ensuite pour commencer le travail dans des fermes ou d'autres fermes. وبعدين يحضروا نفسهم علشان يبدأوا العمل في مزارعهم الخاصة بهم أو في مزارع أخرى. Leur jour finit vers 18h. يومهم ينتهي حوالي الساعة 6 مساء. Quand ils retournent à leur maison, se douchent et passent le reste du jour avec leur famille. متى يرجعون أو يعودون إلى المنزل أو إلى منازلهم بياخدوا دوش وبيقضوا باقي اليوم مع العائلة بتاعتهم. La femme aussi fait le ménage à la maison. الست اللي هي السيدة طبعا أيضا بتقوم بالأعمال المنزلية. Et elle aide son époux dans d'autres travaux dans la ferme. وهي كذلك تساعد زوجها أو زوجها في أعمال أخرى في المزرعة. نبدأ في الحل. جملة رقم 1 La vie dans la campagne est نقاط de la ville. الحياة في الريف تكون نقاط المدينة. اختيار رقم 1 semblable على حد سواء أو على حد سواء. 2 différente مختلفة. 3 domestique أليفة. الإجابة هي رقم 2. نرجع للوثيقة ونشوف. La campagne c'est un système totalement différent de la ville. الريف يكون نظام مختلف بالكامل عن المدينة. يبقى الإجابة هي رقم 2. جملة رقم 2 Les paysans se lèvent à نقاط heure. الفلاحون يستيقظون à نقاط ساعة. 1 5 5 2 6 6 3 4 الإجابة هي 4 اللي هي 4 الإجابة هي رقم 3 نرجع للوثيقة ونشوف Les gens de la campagne chaque jour se réveillent à 4h du matin الإجابة هي رقم 3 4 جملة رقم 3 Les fermiers se lèvent tôt pour المزارعون يستيقظون باكرا لي نقاط 1 manger الاكل 2 donner à manger aux animaux اعطاء الاكل او اطعام الحيوانات 3 se doucher للاستحمام الاجابه هي رقم 2 نرجع للوثيقه ونشوف Les gens de la campagne chaque jour se réveillent à 4h du matin pour donner à manger à leurs animaux domestiques لإطعام حيواناتهم الأليفة يبقى الإجابة هي رقم 2 جملة رقم 4 Ils prennent le petit déjeuner نقاط هم يتناولون وجبة الإفطار نقاط 1 tard متأخر
2 à 9 heures à la الساعه 9 3 تو باكرا الاجابه هي رقم 3 نرجع للوثيقه ونشوف puis ils prennent le petit déjeuner à 5h30 ou à 6h طبعا 5:30 او 6 دي الصبح يبقى باكرا الاجابه هي رقم 3 جمله رقم 5 le jour à la campagne se termine اليوم في الريف ينتهي نقاط 1 avant midi قبل الظهر 2 après midi بعد الظهر 3 à 6h du soir à la الساعه 6 مساء الاجابه هي رقم 3 نرجع للوثيقه ونشوف leur jour finit vers 18h يومهم ينتهي حوالي الساعة 6 مساء يبقى الإجابة هي رقم 3 جملة رقم 6 la femme aide son époux السيدة أو الست بتساعد جوزها نقاط 1 à la maison في البيت 2 à la ferme في المزرعة 3 à la cuisine في المطبخ الإجابة هي رقم 2 à la ferme في المزرعة نرجع للوثيقة ونشوف la femme aussi fait le ménage à la maison et elle aide son époux dans d'autres travaux dans la ferme وهي كذلك تساعد زوجها في أعمال أخرى في المزرعة يبقى الإجابة هي رقم 2 à la ferme جملة رقم 7 les animaux à la campagne sont الحيوانات في المزرعة تكون نقاط 1 des sauvages متوحشة 2 pas utile اللي هي غير مفيدة 3 des domestiques أليفة الإجابة هي رقم 3 نرجع للوثيقة ونشوف leurs animaux domestiques حيواناتهم أليفة زي البقر les vaches les chevaux les chiens et les chats يبقى الإجابة هي رقم 3 الوثيقة رقم 2 من سؤال الفهم ب lisez le document puis mettez vrai ou faux. اقرأ الوثيقة ثم ضع صح أو خطأ. Le principal avantage de vivre en ville est la susceptibilité des services. الإجابة الرئيسية للعيش في المدينة هي إمكانية الوصول للخدمات. Vous n'avez jamais de difficultés. لا تجد أبدا أي صعوبة. Les centres commerciaux sont nombreux et vous avez la possibilité d'effectuer vos courses à tout moment. يوجد العديد من المراكز التجارية وانت بيكون باستطاعتك تنفيذ جميع مهامك في اي وقت sans problème de distance ou de temps دون مشكلة المسافة او الزمن pour les transports vous pouvez prendre les transports en commun بالنسبة لوسائل النقل تستطيع ان تأخذ وسائل النقل العام مثل comme le métro le bus ou l'autocar, مثل المترو أو الباص أو الحافلة. Vous pouvez trouver un taxi facilement. تستطيع أن تجد تاكسي بكل سهولة. Le matin ou la nuit, سواء الصبح أو بالليل. En cas de problème de santé, في حالة وجود مشكلة في الصحة, les hôpitaux et les médecins sont nombreux. يوجد العديد من المستشفيات والأطباء. Et vous avez besoin de l'aide rapidement. خاصة إذا كنت في بحاجة إلى مساعدة بسرعة نبدأ في الحل الجملة رقم 1 La susceptibilité rapide au service est un avantage إمكانية الوصول بسرعة إلى الخدمات تكون إيجابية الإجابة vrai صح جملة رقم 2 Vous pouvez faire des courses à tout moment أنت تستطيع أن تقوم بالتسوق في أي وقت الإجابة هي vrai صح نرجع للوثيقة ونشوف les centres commerciaux sont nombreux et vous avez la possibilité d'effectuer vos courses à tout moment لديك الإمكانية في تنفيذ جميع مهامك أو تقوم بالتسوق في أي وقت يبقى الإجابة vrai صح جملة رقم 3 si vous avez un problème à la santé vous pouvez trouver des hôpitaux إذا كانت لديك مشكلة في الصحة يمكنك أن تجد مستشفيات الإجابة vrai صح نرجع للوثيقة ونشوف en cas de problème de santé les hôpitaux et les médecins sont nombreux في حالة ما إذا كانت لديك مشكلة يوجد العديد من المستشفيات والأطباء يبقى الإجابة vrai صح جملة رقم 4 vous ne pouvez pas trouver de taxi le soir لا تستطيع إيجاد تاكسي أو سيارة أجرة في المساء الإجابة فو خطأ نرجع للوثيقة ونشوف
Vous pouvez trouver un taxi facilement. أنت باستطاعتك إيجاد تاكسي بكل سهولة. يبقى الإجابة فو خطأ. جملة رقم خمسة. Les centres commerciaux n'ouvrent que le soir. المراكز التجارية لا تفتح إلا مساء. الإجابة فو خطأ. جملة الأخيرة. Il n'y a pas de médecin à la ville. لا يوجد أطباء في المدينة. الإجابة فو خطأ. طبعا زي ما قلنا اهو les hôpitaux et les médecins sont nombreux. يوجد العديد من المستشفيات والأطباء. وبكده نكون خلصنا من سؤال أو خلصنا من سؤال الفهم. ننتقل للسؤال رقم 2 وهو سؤال المواقف. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? Répondez en 9 phrases. ماذا تستطيع أن تقول في المواقف التالية؟ جاوب على 9 جمل. طبعا بيديك 10 جمل أنت تجاوب على 9 من أصل 10 ويفضل زي ما كنا بنقول دايما أنك تجاوب عليهم العشرة. نبدأ بالجملة رقم 1. Il est 8h et vous avez rendez-vous à 7h30. Vous dites إنها تكون الساعة 8 وأنت لديك موعد على الساعة 7:30. Vous dites هتقول 1. Je suis en retard. أنا أكون متأخر. 2. Je vais arriver à l'heure. أنا سوف أصل في الوقت. 3. Il est encore tôt. لا يزال باكرا. يعني لسه الوقت مبكر. الإجابة هي رقم 1. جملة رقم 2. أنا مي فو دوموند أو فو مونتي أ شيفال. Vous répondez صديق يطلب منك أين تركب الخيل. Vous répondez أنت بتجيب عليه. 1. Je fais ce sport dans la piscine. أنا أمارس هذه الرياضة في المسبح. 2. Dans la rivière avec mes copains. في النهر مع أصدقائي. 3. J'en fais à la campagne. يعني أمارس ركوب الخيل في الريف. الإجابة هي رقم 3. جملة رقم 3. Vous passez chaque weekend à la campagne. Vous dites أنت بتقضي عطلة نهاية الأسبوع في الريف. Vous dites هتقول 1. Je ne vais jamais à la campagne. أنا لن أذهب أبدا إلى الريف. 2. La campagne c'est nul. Il n'y a rien à faire. الريف يكون سيء. لا يوجد أي شيء القيام به هناك. 3. Je passe toujours le week-end à la campagne. أنا بقضي دائما عطلة نهاية الأسبوع في الريف. الإجابة هي رقم 3. Vous demandez à un ami le lieu préféré pour ses vacances d'été. Vous dites أنت تطلب من صديقك مكان المفضل لأجازاتك في الصيف. Vous dites هتقول 1. Quand commence les vacances d'été? متى تبدأ أجازات الصيف؟ 2. J'aime beaucoup la campagne ou la forêt. أنا أحب كثيرا الريف والغابة. Où tu aimes aller en vacances d'été? أين تحب الذهاب في أجازة الصيف؟ الإجابة هي رقم 3. الجملة رقم 5. Vous avez cessé d'aller à la forêt. Vous dites أنت توقفت عن الذهاب إلى الغابة. Vous dites هتقول 1. Je ne vais jamais à la forêt. أنا لن أذهب أبدا إلى الغابة. 2. Je ne vais plus à la forêt. أنا لن أذهب إلى الغابة بعد الآن. 3. Je ne vais à la forêt avec personne. أنا لن أذهب إلى الغابة مع أي شخص. الإجابة هي رقم 3. جملة رقم 6. Vous donnez un avis sur la forêt. Vous dites أنت بتدي رأيك أو بتدي رأي عن الغابة. Vous dites هتقول 1. Je crois que la forêt est plus intéressante que la montagne. أنا أظن بأن الغابة تكون أكثر أو مثيرة للإعجاب أكثر من الجبل. 2. Où est la forêt? أين هي الغابة؟ 3. La forêt est un endroit plein d'arbres. الغابة هي مكان مليء بالأشجار. الإجابة هي رقم 1. الجملة رقم 6. Votre ami vous demande le veau c'est quoi? Vous dites صديق يطلب منك العجل ما هو؟ Vous dites هتقول 1. C'est le petit de la vache. إنه يكون صغير البقرة. 2. C'est un animal qui vit dans l'eau. إنه حيوان يعيش في الماء. 3. C'est un animal sauvage. إنه يكون حيوان وحشي. الإجابة هي رقم 1. جملة رقم 7.
Votre ami vous demande quelle activité vous faites à la campagne. Vous dites صديقك يطلب منك ما هي النشاطات التي تمارسها في الريف. Vous dites حتقول 1. Je vais au théâtre et au cinéma. أنا أذهب إلى المسرح وإلى السينما. 2. Je monte à cheval et je ramasse des fraises. أنا أركب الخيل وبجمع الفراولة. 3. Je vais au centre commercial et fais des achats. بذهب إلى المركز التجاري وأقوم بالتسوق. الإجابة هي رقم 2. جملة رقم 9. Votre ami vous demande pourquoi vous aimez la campagne. Vous dites صديق يطلب منك لماذا أنت تحب الريف. Vous dites حتقول 1. Je ne suis jamais allé à la campagne. أنا مش رحت خالص إلى الريف. 2. Parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire. لأنه يوجد العديد من النشاطات أمارسها هناك. 3. Parce qu'il n'y a rien à la campagne. لأنه لا يوجد أي شيء في الريف. الإجابة هي رقم 2. الجملة الأخيرة. Demain, Julie va nager dans le lac, mais il y a une heure. غدا جولي سوف تسبح في البحيرة. ولكن يوجد ساعة نقاط 1. Elle vient de faire du VTT. هي ذهبت للتو أو حالا يعني لركوب الدراجات في الأماكن الوعرة. 2. Elle va ramasser les fruits. هي سوف تجمع الفواكه. الفواكه. 3. Elle se balade dans les champs. هي تتنزه في الحقول. الإجابة هي رقم 2. كده نكون خلصنا السؤال رقم 2 اللي هو سؤال المواقف. ننتقل للسؤال رقم 3 وهو سؤال جرامير. Choisis le mot correct. Répondez à 10 phrases. اختر الكلمة الصحيحة. جاوب على 10 جمل. جملة رقم 1. Les photos sont. الصور تكون نقاط. Génial. Génial. جينيو. الإجابة هي رقم 1. ليه؟ لأن كلمة فوتو جمع مؤنث، يبقى هنختار الصفة جمع مؤنث. جملة رقم 2. Il n'y a pas نقاط جيمناز أو ليسي. لا يوجد نقاط صالة ألعاب في المدرسة. اختيار رقم 1. أن 2 3 1. الإجابة هي رقم 2. ليه؟ لأن الجملة هنا منفية فيها أداة النفي ne و با، يبقى هنختار 2. جملة رقم 3. مدام vous êtes نقاط. سيدتي أنت تكونين نقاط. perdu 1 2 perdu 3 perdu. الإجابة هي perdu رقم 1. ليه؟ لأنه هنا مدام مفرد مؤنث وهنا perdu جت مفرد في المؤنث، ده حرف الـ E بيدل على التأنيس. جملة رقم 4. لا بوري أون نقاط بروجيني. لا بوري هي البطاطس المهروسة أون نتناول في العشاء. الإجابة رقم 1 لا. 2 أون. 3 لوي. الإجابة هي لا. لا اللي هي بتعود على كلمة لا بوري مفرد مؤنث on la prend au dîner نتناولها في العشاء. جملة رقم 5. Tu arrives toujours en retard. Non, je n'arrive نقاط en retard. أنت تصل دائما متأخر. لا أنا لا أصل نقاط متأخر. الاختيار رقم 1 jamais. الاختيار رقم 2 plus. الاختيار رقم 3 rien. الإجابة هي jamais. أنا لا أصل أبداً متأخر. جملة رقم 6. الويكند je ne vais au parc avec نقاط. عطلة نهاية الأسبوع لن أذهب إلى المنتزه مع نقاط personne. 2. rien. 3. quelqu'un. الإجابة هي personne. لن أذهب إلى المنتزه مع أي شخص. جملة رقم 7. نقاط moustique elle n'aime pas la campagne. الناموس أو البعوض elle n'aime pas هي لا تحب الريف. الاختيار رقم 1 parce que. اختيار رقم 2 grâce à. اختيار رقم 3 à cause de. الإجابة هي à cause de. بسبب الناموس هي لا تحب الريف. جملة رقم 8. Qui est-ce que tu dis? ماذا تقول؟ je ne dis أنا لا أقول نقاط
واحد جامي اثنين بيرسون ثلاثة غيان الإجابة هي رقم ثلاثة أنا لا أقول غيان شيئا جملة رقم ثمانية samedi prochain Julie n'est hâte du VTT à la campagne السبت القادم جولي نقاط VTT في الريف واحد في اثنين أفي ثلاثة va faire الإجابة هي va faire va faire ليه لأن هنا samedi prochain عندنا المستقبل القريب يبقى هختار الفعل المتصرف في المستقبل القريب وللتذكير فقط إنه المستقبل القريب هو عبارة عن تصريف le verbe aller au présent في المضارع وبعدين نحط الفعل في المصدر يبقى هختار va faire جملة رقم تسعة il y a un peu Julie n'est hâte du VTT à la campagne. منذ قليل Julie n'est hâte du VTT في الريف ركوب الدراجات في الأماكن الوعرة في الريف اختيار رقم واحد في اختيار رقم اثنين vient de faire اختيار رقم ثلاثة va faire الإجابة هي رقم اثنين وهو الماضي القريب اخترت الماضي القريب لي لأني هنا عندي عبارة il y a un peu منذ قليل ده الماضي القريب للتذكير برضو الماضي القريب عبارة عن ايه عبارة عن le verbe venir متصرف في المضارع زائد حرف الجر de زائد الفعل في المصدر الجملة الأخيرة نقاط roman avez-vous lu روايات تقرأها أو قرأتها الاختيار رقم واحد كيل اختيار رقم اثنين كيل اختيار رقم ثلاثة كومبيان الإجابة هي رقم اثنين ليه؟ لأنه رومان جمع مذكر وبكده نكون خلصنا سؤال الجرامر ننتقل دلوقتي إلى السؤال الأخير وهو سؤال الإنتاج زي ما عارفين سؤال الإنتاج بيتكون من جزئين الجزء رقم واحد وهو A répondez à cette mail جاوب على هذا الإيميل زي ما عارفين إنه الإيميل بيتكون من ثلاث أسئلة ومطلوب منك إنك تجاوب على الثلاث أسئلة دول بثلاث جمل نبدأ سالو سالو دي التحية طبعا هنا في تحية طبعا في الإجابة هرد بتحية سالو tu passes le congé où مرحبا أنت تقضي أجازتك فين؟ الإجابة سالو مرحبا Je passe mon congé à la campagne أنا بقضي أجازتي في الريف Pourquoi tu choisis ce lieu؟ لماذا أنت تختار هذا المكان؟ الإجابة Parce qu'il est calme لأنه يكون كالم طبعا هنا pourquoi دايما الإجابة عليها تكون ب parce que أو car parce que أو car وبعدين أحط الإجابة بتاعتي إيه كالم إلا السؤال رقم ثلاثة que tu fais là ماذا تفعل هناك أو ماذا تمارس هناك الإجابة je donne à manger aux animaux وأطعم الحيوانات واحد تاني ممكن يقول je ramasse les œufs et les fruits ممكن واحد تاني يقول je monte à cheval أركب الخيل طبعا الإجابات تختلف من طالب لآخر الجزء الثاني من سؤال الإنتاج وهو B traitez l'un de ces deux sujets suivants عالج أحد الموضوعين التاليين الموضوع الأول parlez des avantages et des désavantages de la vie à la campagne تكلم أو تحدث عن إيجابيات وعن سلبيات الحياة في الريف الموضوع رقم 2 parlez de votre animal préféré تكلم أو تحدث عن حيوانك المفضل طبعا باستخدام الكلمات التالية لابغي لليمون سافيمينا نبدأ بالموضوع رقم واحد parlez des avantages et des désavantages de la vie à la campagne تكلم أو تحدث عن الإيجابيات والسلبيات الحياة في الريف Moi, j'aime vivre à la campagne. أنا أحب العيش في الريف. Il y a l'air pur et de bons paysages. يوجد هواء نقي ومناظر طبيعية جميلة. Tout le monde n'est pas stressé. الكل أو الجميع غير مضغوط.
Il n'y a pas de pollution. لا يوجد تلوث. Mais n'est pas animée. ولكنه غير حيوي. يعني الريف غير حيوي. Il n'y a pas de cinéma. Pas de centres commerciaux et pas de théâtre. لا يوجد سينما ولا مراكز تجارية ولا مسرح. هي دي سلبيات وعيوب الريف. إنه ما فيهوش سينما، ما فيهاش مراكز تجارية، ما فيهاش مسرح، وكذلك غير حيوي. إنما الإيجابيات بتاعته إنه هو ما فيش تلوث، ما فيش إن يبقى دي بوليسيون. الجميع بيكون غير مضغوط، نيبا ستريسي، وكمان يوجد هواء نقي، لاغ بيغ وبون بيزاج. هي دي فيها العيوب وفيها المميزات. الموضوع رقم 2. Parlez de votre animal préféré. تكلم وتحدث عن حيوانك المفضل باستعمال الكلمات التالية: l'abri, l'aliment, sa femelle. Mon animal préféré est le lapin. حيواني المفضل يكون الأرنب. Sa femelle s'appelle la lapine. الأنثى بتاعته تدعى أو تسمى la lapine, الأرنبة. Son petit s'appelle le lapereau. صغيره يدعى لابيرو، صغير الأرنب. Il vit au clapier. هو يعيش في مكان خاص بالأرانب. Il mange des carottes. وهو يأكل الجزر. وبكده نكون خلصنا الفيديو. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير، ومش تنسوا تفعلوا زر الجرس. كانت معاكم مدام مريم الجزائرية، وشكرا. Bonne chance et bon courage pour tout le monde.